النهارده هعمل معاكم سلطه الدوريات. انا هعمل عليها بس ايه تطش خفيف كده من عندي في الصوص، خس وهنا جزر وخيار طبعا بشرتهم النهارده، وهضيف عليهم ذره. تقدر تضيفي كمان فاصوليا، بس النهارده انا كنت حابه اصفى بدون فاصوليا. و هقلبهم مع بعض. اوكي، واحضر الصوص. تعالوا نعمل الصوص سوا. الصوص هاخد علبة من الزبادي، انا بحب اضيف عليها معلقة مايونيز. انا كنت جنبي معلقة، واحد فين يا جماعة؟ معلقة من المايونيز والطحينة، هضيف عليها تقريبا كده معلقتين طحينة. عصير ليمون. ملح. وفلفل. وهضيف عليها كمان بودرة ثوم. شوية من بودرة التوم. وكده الصوص جاهز عندي، اقلبه مع بعض. هاخده هنا اضيفه عليهم واقلبه مع الخضار. تمام، قلبتهم مع بعض، احطهم في طبق التقديم كده. على الوش بنحط دوريتوز مكسر وبنقدمها. انا بحب بس اخد جنبها اي حاجة مشوية، يعني النهارده حتة سلمون كده مشوية وشكرا. وده غدايا. نسوي الدوريتوس كده، لذيذة أصلا، يعني معروفة ما تحتاج كلام.